مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بإشبيليا. اليوم وبكرة كجزء من فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج Art Evolution اللي بنظمه معهد جوتي بلبنان، عم نشارك كإشبيليا بتنظيم سلسلة من جلسات الحوار Impulse. حيكون عنا 4 جلسات حوار عن القيمة الاجتماعية والسياسية للفنون الأدائية بالأماكن العامة تحت عنوان العروض الفنية، استعادة المساحات والأصوات والتواصل مع المجتمع المحلي. اليوم حيكون عنا 2 جلسات، الأولى استعادة تاريخ المسرح العائم بصيدا مع زاهر البزري، والثانية مواسم فن وثقافة مساحاتنا العامة كفضاءات للفنون مع أمل كعوش. وبكرة حيكون معنا علي السمرة بالجلسة الأولى، الحكايات كأداة للمخيال الاجتماعي السياسي، وفرح ورداني بالجلسة الثانية، مسرح إعادة التمثيل جسر يربطنا بالآخر. هلأ ليه اخترنا هيدي المواضيع؟ لأن نحن منعتقد أنه الفنون الأدائية بالأماكن العامة ممكن تمكن الأفراد والمجتمعات تكسر الحواجز المفروضة عليها، وبتفتح مجال أنه ننظر للمدينة اللي نحن فيها بطريقة غير وبشكل مختلف، ونصير فاعلين أكثر بمدننا وشركاء كيف بدنا مدننا تكون بالمستقبل. جلستنا الأولى لليوم هي تحت عنوان استعادة تاريخ المسرح العائم بصيدا مع زاهر البزري. زاهر هو خريج كلية الفنون بالجامعة اللبنانية. زاهر منتسب لجمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت، وكان عضو بمجلس إدارتها لعدة دورات. هو أيضاً مؤسس ورئيس جمعية الشارع الثقافي اللي تعنى بالشؤون الثقافية والاجتماعية. هو مستشار ثقافي وفني لعدة مؤسسات ومنظمات بلبنان وبالخارج. زاهر بيقول أنه هو تأثر كتير بأسرته وبالجو الفني والفكري اللي كان موجود بالعائلة، يلي غزة عنده الشغف للرسم والإبداع. وبيو لزاهر هو واحد من الأسباب لوجوده معنا اليوم. زاهر، بدنا نرجع معك اليوم لفترة الستينات، الفترة اللي تأسس فيها المسرح العائم ومهرجان الربيع ومهرجان البحر بصيدا. الوالد المرحوم الفنان مهيب البزري كان واحد من المشرفين على تنفيذ المسرح العائم بصيدا. فيك تخبرنا أكثر شو هو المسرح العائم؟ كيف انطلقت فكرة المسرح وليه تأسس؟ مساء الخير جميعاً وشكراً لحضوركم وميرسي للدعوة. أول شيء المسرح العائم نشاط كان ثقافي واجتماعي واقتصادي بالمدينة. تاريخياً بلشت فكرة المهرجانات بمهرجان الربيع. مهرجان الربيع هي بفترة الخمسينات قبل فترة مسرح العائم، وتليها فترة مهرجانات البحر الشعبي اللي هي كمان قبل فترة مهرجانات الربيع والمسرح العائم. في فترات متباعدة تاريخياً وصلتنا للمسرح العائم اللي هو كان الأول من نوعه على صعيد الحوض المتوسط. فكرة جديدة مبتكرة، عوامل عدة هلأ بنشرحها بسياق حديثنا وحوارنا، وصلتنا للمسرح العائم. أولا هو الوالد كان رسام وخطاط، وكان يرسم الخرائط تعيد محافظة الجنوب، خرائط المي، الطرقات، المدن. من هون صار في علاقة بينه وبين الدولة اللبنانية إنه هو اللي بيرسم الخرائط. فنشأت لجنة لتنفيذ مهرجانات الربيع ومهرجانات البحر، وتليها مهرجان صيف صيدا، حلم صيدا. ومن هاللجنة في شخصيات من المدينة بالإضافة للمحافظ اللي هي شاركت بتنفيذ المسرح العائم. هلأ أنا بحكي عن المسرح العائم، برجع هلأ بعد شوي بحكي عن سياق تاريخي للموضوع كله. بس هاللجنة لازم نضوي عليها
لأنه كان لها دور أساسي كمان بالتنفيذ. بالإضافة للمحافظ اللي بوقت مسرح العائم كان اسمه هنري لحود بفترة الرئيس شار حلوهي الستينات عم نحكي. هون اللجنة كانت مؤلفة من مسؤول العلاقات العامة حضرة السفير عبد المولى الصلوح موجود معنا، استاذ سامي شعيب مسؤول المالي وأحفاده موجودين معنا أهلا وسهلا، الله يرحمه المرحوم توفيق عصيران كان مسؤول الأشغال، وعدة شخصيات من صيدا هن كانوا مساهمين بهذا اللجنة، ومهيب كان الديكور والتنفيذ الفني والماء يعني كل شيء له علاقة بالفنون والديكوريشن والمسرح. هلا إذا تسمحي لي أحكي بس إنه بفترة الخمسينات رئيس شمعون على ما أعتقد بلشت المهرجانات الصيدا اللي هي إلى علاقة بمهرجان الربيع، وهو كان منافس بنفس السنة 1955 لمهرجانات بعلبك. بنفس العام تكونت مهرجانات بعلبك، وبنفس الوقت الفترة الزمنية صارت مهرجانات صيدا، وصار في مثل تنافس بين المهرجانات. ورجعت هذه الفترة كانت بعهد المحافظ غالب الترك، وصارت مهرجانات البحر اللي هي لها علاقة. من هون بلشت تجي فكرة إنه العلاقة بين البحر والمدينة، وعلاقة إنه كيف لازم نعمل مسرح على البحر أو عائم بالمعنى. مهرجان البحر كان بنفس السنة اللي بلشت فيها مهرجانات بعلبك، اللي هو كان مهرجان شعبي فلكلوري يعملوا فيه الرقصات الشعبية. فكان هذا المهرجان بالقلعة وبالمنطقة اللي حول القلعة، فمن هون بلشت تجي الأفكار أنه تكون أقرب للجزيرة اللي هي جزيرة صيدا الصغيرة. صار المهرجان من مكون من فرق رأس من كل مناطق الجنوب، كل محافظة الجنوب والنبطية هن كانوا يبعتد وحدة، كل مناطق الجنوب المدن والقرى الجنوب قدمت فرقة بتجي تعرض الحفلات الرأس الدبكات تعيتها. حتى بمهرجان الربيع اللي هو سيارات مزينة بالورود، كل شركة كل مؤسسة كانت تعمل هذا. من هون إجا السياق، صار في تضواي على أهمية البحر وأنه لازم نعمل شيء بالبحر. فيك بس هيك شوي لنفوت أكتر بالجو، تقلنا وين كان بالضبط المسرح العائم؟ يعني قلت قريب للزيرة، كان هو يعني كانوا العالم يقعدوا على الزيرة يحضروا، ولا كيف كان؟ هو بزيرة صيدا العائم هو كان الستيج المسرح. هي عوامة هي حديد مثل مركب حديد فارغ، كانوا ينقلوا البضائع من السفن للبور فيهم، لأنه ما كان في أرصفة تقرب السفينة فيه. فهذه العوامة هي بقياس كبير، فانطلبت، ما كانت موجودة بصيدا بالكميات المطلوبة، انطلبت من مرفق بيروت، ومرفق بيروت بواسطة الرئيس شار الحلو انطلبت من مرفق بيروت، ومرفق بيروت بعتهم على صيدا وبلشوا يتركبوا. المسرح الستيج صار فوق الفلوتينج بوت، هي العوامة. هو المسرح كان بقياس على ما أذكر الأرقام 20 متر ب 15، كان خشب، بس هو محل ما العروض كانت تصير عليه. هو ملاصق للزيرة، وهلأ بعد شوي بنشوف كمان صور بتبين.
ملاصق للجزيرة بس الجمهور قاعد على الجزيرة، وكان في مقسم كمان مطرح خاص لتغيير التياب للفرقة الموسيقية، كيف يتغيروا ويطلعوا، كيف الفنانين ينزلوا أو يتحركوا، كله مقسم. والملفت أنه طريقة نقل الزوار كانت عن طريق المراكب اللي تزينت بطريقة مراكب فينيقية تاريخية، هي كانت تنقل الزوار أو الضيوف من صيدا من البور للزيرة ليحضروا الحفل. كان بعتقد 4000 مشاهد بقلب الزيرة نهارة الله. زاهر، عندك معلومات قدي أخذ وقت تنفيذه للمسرح؟ ما عندي وقت محدد، بس حسب القراءات والأبحاث اللي عم نفتش دايما على الأرشيف. وهون بس ملفت هيك ملاحظة أنه أرشيف المدينة بأغلبه مفقود، في أشياء احترقت وقت الاجتياح الإسرائيلي لمدينة صيدا ب82، وفي أشياء انفقدت، وبمجهود عدة شخصيات منهم الدكتور طالب الله يخليه مؤرخ، حضرة السفير، العائلات الصيدوية، عم نجمع شوية أرشيف صور لنرجع نوثق هذه الفترة. نسيت السؤال. لا كنت عم اسال قديه اخذ وقت المسرح. وقت بعتقد انا 15 يوم للتنفيذ، لانه على ما اذكر انه اللجنه زارت المكان قبل باسبوعين وحست العمال والمنفذين والوالد انه يشهل بالشغل، وكانت بالزيارة دكتور الأستاذ عبد المولى كان موجود، والله يرحمه توفيق عصيران والمرحوم سامي شعيب كانوا باللجنة وزاروا المكان، وقيادة منطقة الجنوب بيت نجم قائد الجيش بالمنطقة كان، والمحافظ كان موجود كمان. فهون كانت قبل 3 أسابيع، ولأنه إجوا عملوا بروفا قبل 3 أيام الملكات جمال، لأنه بالحفلة نفسها كان هو انتخاب ملكات الجمال، فإجوا عملوا بروفا قبل 3 أيام من المهرجان. بدي أرجع معك شوي، كنت عم تقول أنه كان في لجنة قيمة على هذا المشروع، هل كانت اللجنة كلها من صيدا ولا هل كان في استعانة بخبرات من برات المدينة؟ هلأ الملفت أنه اللجنة كلها من أبناء المدينة، العمال من أبناء المدينة، كل المنفذين للمشروع هن من أبناء المدينة أكيد، ومن الجوار يعني من القرى المحيطة بالمدينة اللي هن يعدوا من نفس المحيط ونفس الإطار. فكان كل التنفيذ المشروع بإيد صيدوية تحديدا، والكل مشارك، يعني كان في طلاب الجامعات ولا الكشاف ولا حتى التجار ولا اليد العاملة من نجارين ولا دهانين، أو كل اليد العاملة كانت صيدوية، وكان في المجتمع كله عم يشارك بتنفيذ هيك مهرجان. مش بس عم بحكي عن مهرجان المسرح العائم وليلة حلم ليلة صيدا حلم صيدا، لا عم بحكي عن كل المهرجانات، يعني مهرجان الربيع، مهرجان البحر، أي مهرجان كان كل المجتمع يشارك. والمهرجانات كانت كمان تصير بمناطق خارج المدينة، مثل مهرجان الكرمي بروم والوالد كان كمان موجود، ومهرجان كروم الشمس بمغدوش كمان كانت تكون موجودة يعني وتتابع المواضيع. قد ايه بقى المسرح وشو استضاف غير
كنت عم تقول في كان انتخابات ملكة جمال لبنان، شو استضيف غير قصص؟ المسرح العائم كان بس لهالأمسية، ما كان محدد ليكون عنده وظيفة تانية، بس كان بعتقد أنا أنه كان هو المقرر أنه يكون في دايماً نشاطات سنوية تصير بهذا الإطار، بس هو كان بس محدد بإطار أنه تنفيذ هذه الأمسية اللي هي انتخاب ملكة جمال. طب زهر، شو كانت أهمية المسرح العائم بهذاك الوقت؟ يعني إذا بدنا نحكي أهميته على الوضع الثقافي، على الوضع الاقتصادي، كنت عم بتقول أنه كل المدينة كانت مشاركة فيه، هل خلق فرص عمل للمدينة؟ طبعاً، مثل ما ذكرت أنا كان المجتمع الأهلي كله المحلي كله عم يشارك بتنفيذ هذا المهرجان، وكل المهرجانات، يعني مش عم نحكي بس على هذا المهرجان، يعني مهرجان الربيع اللي عم نشوف هلأ شوية صور، هو كان المجتمع المحلي كله، يعني كل المؤسسات الأهلية كانت تشارك، كان كل الشركات كان عندها سيارات عربات تتزين بطريقة معينة، الجيش اللبناني كان يشارك، بالمؤسسات كافة والقرى والمدن والمحافظات التانية كانت تشارك بهذا، فاليد العاملة كانت محلية، فكل القطاعات كانت عم تستفيد من دون استثناء. فهون كان حتى رئاسة البلدية كان بوقتها الله يرحمه معروف سعد، فكمان كان في صراع، منعرف نحن في صراع سياسي بالمدينة وقت الانتخابات، بس وقت انتخابات النيابية أو البلدية ويحتدم ومشاكل وخناق وكذا، بس ما يخلص الانتخابات ينحل المواضيع، ترجع الأمور لطبيعتها وكله يتعاون لإنجاح المهرجان أو أي نشاط ثقافي كان يكون. طب ليه توقف هالمهرجان إذا هالقد هو كان عم مهم للمدينة وللحركة الاقتصادية فيها؟ شو كانت الأسباب لتوقفته؟ هلأ في كتير أسباب وصلت أنه نحن أو يوقف المهرجان. هلأ في مناطق تاريخيا رجعت عادته بعد سنين، بس الاجتياح الإسرائيلي كان المساهمة أكبر بوقف كل شيء، بس الفترة اللي بعد الستينات المشاكل برغم الثورة ب58 على أيام الرئيس شمعون ظلت المهرجانات ورجعت استمرت من أيام المحافظ غالب الترك للمحافظ هنري لحود لا وصولا لعهد الرئيس فؤاد شهاب وصولا لعهد الرئيس شار الحلو. هذه الفترة وبمرور الزلزال، لأنه كان في زلزال بالمدينة ومأساة اجتماعية كانت، نهضت وكفت بالمشروع وكفت بنضالة لإحياء هذا النشاط الثقافي الاجتماعي والاقتصادي لفترة معينة لعهد الرئيس حلو. وهون صار الصراع سياسي أكبر من بهذه الفترة السياسية تعيت الرئيس حلو، فهون بلشت تخف كل الأمور لا وصلت بالآخر لوقف كل النشاطات. ولكن تاريخياً بالتسعينات رجعت مؤسسة الحريري، بلشت بأمسيات بخان الفرنج، ورجعت بصيدة تحب الحياة، كمان أمسيات بالأواخر مدينة للحياة بآخر التسعينات كمان، ولا رجعت تشكلت اللجنة مهرجانات الدولية، صيدة الدولية اللي هي مؤسسة من سنوات قبل ما تبلش بال 2016 ترجع تحيي هذه الحركة. زهير، نحن بنعرف انه صباح اجت على صيدا باي فتره، باي حقبه من هول الحقبات اللي ذكرتها كانت صباح موجوده؟ صباح شاركت بانتخاب ملكات جمال بالمسرح العائم،
وكانت بس ملاحظة أنه المدينة كانت كلها تتهيأ للمهرجانات، يعني يصير السوق كله عايش لا يخدم الزوار ويخدم روحية المهرجانات، من إن كان من نقليات اللي أنا يمكن ما ذكرته هي مؤسسة الترياقي تاريخية، هي ساعدت كمان بتنفيذ المشروع ونقل الزوار بالمراكب والحاملات، وهي جابت الرافعة لأنه الوالد مهيب عمل شكل قمر ليفاجئ الحضور بصباح بالشحرورة، وتنزل من السماء، تنزل بالليل طبعاً، أنتم عم تتخيلوا عتمة، زيرة صيدا عتمة، وفجأة يضوى بروجكتورات وتنزل صباح من بالرافعة من القمر نازلة لتحيي الحفلة. ولكن صباح أول شيء لازم ننوه أنه صباح ما أخذت ولا ليرة لتحيي الحفلة، وساهمت وكانت خايفانة أول شيء أنه تطلع على القمر، تطلع بالرافعة، بس تدخلت واسطات وصلت لرئيسة الجمهورية أنه هي هون صباح مبينه، أنه تطلع، أنه هذا سيفتي، أنه فيها كل الأمان أنه تستخدمه. كانت أمسي تغطت إعلامياً على مستوى عالي وعالمي، يعني مجلات العالم تحكت عن الموضوع. فهون شوفي أنت الصورة اللي عكستها هذه الأمسي وغير أمسي، يعني كل الفكرة على صورة المدينة، على وجهتها، على سياحتها، على حركات الأهالية. يعني كمان كنا عم نتحدث أنه على تعاطي المجتمع المحلي بهيك مناسبات، كيف كان هو جزء مش منفصل عن أي نشاط، هو جزء من هذا النشاط. مشان هيك كان يمكن نحن شعرنا أنه هذا نجاح، ينجح الموضوع لأنه كل فرد من المجتمع كان جزء، مش كان مهمش أو بعيد عن الموضوع، بالعكس كان جزء وفاعل فيه، من يد العاملة لا المهندسين أو المشرفين أو الفنيين أو أي شخص تاني. فمن هون كانت أهمية الانعكاسة الاجتماعية والاقتصادية لهيك نشاطات على المدينة. هذا النجاح اللي عم تحكي عنه قدي فينا نكرره اليوم، إن كان مسرح عائم أو بطرق مختلفة، قدي ممكن يتكرر اليوم بصيدا؟ هل في تحديات ممكن تواجهنا إذا قررنا نكرر هيك مشروع، ولا شو هي الفرص اللي ممكن يخلق لنا إياها كمان؟ أكيد نحن منطمح أنه نرجع نعيد هذا التاريخ المجيد للمدينة، لأنه نحن منفتقر وأنتوا كلكم عايشين كيف المستوى اختلف بالتعاطي الراقي، كان بمستوى العالي بالخمسينات والستينات كنا بهيك مستوى عالمي، هلأ صرنا بمستوى ما بعرف إذا بمستوى أو تحت المستوى. ما عم بحكي عن الطاقات موجودة، وأنتوا هون خير مثال على الطاقات والتحفيز، والمواهب موجودة بالمدينة، والأفكار موجودة، والعمق موجود، بدل المبادرة أكيد الدعم المادي بحاجة لدعم مادي، والتقنيات. هلأ إذا بدنا ننافس نحن مهرجانات عالمية بدنا تقنيات، يعني كانت قبل التقنيات بسيطة ينعمل شيء يعطي إبهار، هلأ نحن مثل ما بعرف إذا لاحظتوا من أسبوعين افتتح بلاس فيغاس شو بقولوا مبنى طابة حجمه هائل كله شاشات، يعني مش عارف فسره لأنه شيء
مهول كلف مليارين دولار. هذه التقنيات كيف فينا نحن ننافس إذا عنا تقنيات بسيطة؟ ولكن أنا ما عم حط أنا إنه الهاجس تبعنا إنه نكون هالقد بهالمستوى، بس فينا نحن عنا مبادرات وعنا محاولات صارت، يعني مهرجانات صيدا اللي صارت من كم سنة بادرة لإحياء هيك نوع من الحفلات أو اللقاءات. أنا بطالب أكتر تكون بقلب المدينة، ما تكون أبعد من المدينة، يكون المجتمع المحلي مشارك فيها أكتر، والمبادرة تكون من جيل الشباب أكتر ما تكون مسقطة على الشباب، إنه نحن نقول فكرة بدنا نعمل هيك تعوا نفذوا. دائما هذه عم تعمل شرخ بين جيلين. المركز هون إشبيلية عم بيكون هو الإيجابي كتير بجمع هالأجيال، فنحن بنتمنى يكون لقائنا اليوم هيك يعطي شوية بوش أو حافز لأفكار. في عنا كتير أفكار ممكن تتنفذ بوسائل ما كتير مكلفة، وفي عنا أفكار ممكن تكون مكلفة أو ممكن تكون كتير خيالية، ممكن تطبيقها بأساليب مختلفة. فهون لازم نحنا كلنا نفكر كمجتمع محلي، وهذا هجسنا اليوم من هذا اللقاء، وهذا الدور اللي ذكرتيه بالأول، إنه نكون في حافز لنقوم بنشاطات كلنا سوا، ما تكون بمجموعات هيك من طوية حالة أو تعد حالة مثقفة أو تعد، يكون المجتمع كله عم يشارك بكل الحركة الثقافية. يمكن لترجع صيدا تنحط على الخريطة الثقافية، لأنه إذا هلأ إحنا نفكر وين صيدا من الخريطة الثقافية بهالأيام؟ نحن مش موجودين صراحة. نحن كتير عنا طاقات. أنا فنان تشكيلي. نحن الفنانين التشكيليين بالمدينة ما بعرف إذا بتعرفون، يعني في الله يرحمه فؤاد جوهر، الله يطول بعمره فؤاد زيباوي، في أنا، في تغريد درغاوس عايش ببيروت، تغريد شاطرة كتير كمان، بس الباقيين مين؟ ما عم نسمع، ما عم يكون عنا أجيال. في أجيال عم تتعلم، في صلاح ميسي عم يتعلم، ما خلص عنده كتير أشياء حلوة، بس نحن ثلاثة أربعة مش حالة. أوكي، ففي عنا مخرجين كتير، في عنا ممثلين، بس كم واحد؟ حالة بسيطة، صرنا مجموعة صغيرة. المجتمع المحلي هون الجاب، إنه المجتمع المحلي اهتماماته ما عم تكون بهذه الناحية، عم تكون، وهذا المدن عادة بتكون هيك. ما فينا نقارن حالنا ببيروت لأنه هي الجامعة، لأنه المدن تاريخيا نحن تجار، منفكر دائما بالتجارة، ما منفكر دائما بالأشياء الإبداعية. وهون الإبداع بالمدينة أو بالمجتمع اللبناني هو اللي ما بيطعمي خبز، اللي ما بيعطي مردود، هذا اللي ما بيعيش. أوكي، فهون كمان هذا بيعطي بعد عن هذا الاهتمام. فهون أنا بطلب من الجميع أنه لا، فجر موهبتك مهما كانت، وعنا إمكانية كتير نقدر. أكيد. زاهر، بتحب تضيف شيء قبل ما نفتح مجال للحوار مع الموجودين معنا اليوم؟ ما بعرف إذا عندي شيء أو قصرت بشيء ما حكيت فيه، بس أنا أول شيء بشكركم، بشكر الحضور كله وحضرتك وجوتي على كل الدعم، وبتمنى من الجميع نضلنا على تواصل، نقدر نفكر سوا كلنا. عنا بالمدينة كنز اللي هو الإرث تبع المدينة، عنا مدينة
ما بتتخيل أو بتعرفوا أغلبكم قد مهمة تاريخيا وسياحيا إذا بدكم تستفيدوا ماديا يعني، ولكن نحن نفتقر إلى الهوية، ما عندها هوية المدينة، مش عارف شو بدها تعمل، يا بدها تكون سياحية وما عارفة تروح، ولا عارفة تعمل سمك، ولا عارفة تعمل اقتصاد، ولا عارفة، ما محددة حالة. فيا توجه حالة للسياحة وكلنا نشتغل سياحة، يا تعمل نجارة وكلنا نشتغل نجارة. وعنا كنز، عنا مثقفين، وعنا كتاب، وعنا موسيقيين، عنا مؤرخين، عنا كل الحالات الاجتماعية اللي ممكن تضخ بهيك مجتمع. وشكرا. حدا عنده أي سؤال لزاهر بحب يسأله إياه قبل ما نختم؟ أستاذ عبد المولى، إذا بقلنا مداخلة كونه من ال أول مرة بيصير بصيدا لقاء فكره إيجابي ومهمته أنه يخلق شيء جديد. هوني أنا بالطبع بدي أقدر الدور اللي عم تقوم فيه أنتو وحتى المؤسسة يعني اللي راعي هالنشاطات جوتي. وبعدين الأخ زاهي، يعني هالانطلاقة هاي مش غريبة عليه، بنعرفه نحنا، بس لازم شير لشغلي. هالناس اللي موجودين بالبلد واللي بيشتغلوا لمصلحة البلد وبكل هدوء، عنا نحنا 11 مجلد مثل هيدا ذاكرة المدينة تاع صيدا، هيدا بسنة 2018 للدكتور قرع علي. هيدا بتعرفوا قد ايه حقه؟ حدا بيقدر يقول؟ هيدا ذاكرة المدينة كلها مع صور، مع يعني كلام كله موثق تاريخيا. تعرفوا قد ايه ثمنه؟ معلش حدا يقول حقه $0، صفر لبناني، لانه الدكتور الحقيقه اخر كتاب له كان عن عائلات صيدا، وشيء كمان موثق ومهم، 11 كتاب صار مساوى. هون نحن بدنا نقدم شكرنا وتقديرنا لهيك أشخاص، ونتمنى أنه يستمر هالجو الإيجابي ونجمع هالشباب، نجمعهم على عمل يكون مفيد للمدينة. شكراً. شكراً زاهر. يعني أول شيء شكر كبير لزاهر على المعلومات التاريخية وعلى التوضيحات اللي قدمها طالب، يعني دمجوا هالمعلومات مع بعضها لتعطونا صورة فعلية عما كان يحصل خلال الستينيات والخمسينيات والستينيات القرن الماضي. لسبب النجاح الأساسي لهالنشاطات اللي كانت عم تصير هو وجود بنية تحتية مأمنة بقلب المدينة لإنجاح هذا النشاط. يعني إذا كان مرفق الصيادين، إذا كانت القلعة، إذا كانت الزير الملعب، هي كلها مأمنة. العلاقة بين المدينة وبين البحر كانت مأمنة. هلأ طالما زهر عم يقول انه كيف بدنا نجدد، كيف بدي اجدد انا اذا ما في عندنا بنيه تحتيه تسمح بهيك نشاطات؟ بعدوا البحر عن المدينه، بطل في مرفق صيادين زي الخلق، في مرفق للخرده مش عارف شو، مش معروف شو هو وما معروف قانونيته ولا غير قانونيته. اماكن الممكن انه تستغل بالقضايا اللي لها علاقه بهالنشاط مش موجوده، كله ذكر غالب الطرق، وبعدين هري لحود، وبعدين معروف سعد وعدد من الناشطين. نحن ما في جهة مرجعية تقدر ترسم هالخطط، هي عائق أساسي. أنا ما فيني لوم مواطن عادي عنده شيء قادر يرسم، قادر يلعب موسيقى وكذا، إذا ما في هيئة معنية تقدر تحط خطة
لتعيد هالقصة. هان الأساس بالقصة ولا تغزوني. لجزيرة صيدا. هيدا جزيرة صيدا اللي هو المسرح اللي كان قيد الإنشاء. ملاحظين بكل تفاصيله الواضحة. هلأ طبعاً هيدا المنشات لاستقبال الزوار بمدينة صيدا، وهيدا على منطقة نهر الأولي. هيدا المسرح العائم. هيدا المسرح العائم. شوفوا بقى التشكيلات اللي كانت، اللباس لوحده قديش مكلف، الشجر اللي ورا منه بالإضافة للتكلفة الباهظة. لاحظوا بعدين كل دبكة إلى طيار، إلى نوع معين، إلى لباس معين. لاحظوا طبعا هذا جزء بسيط من صور عديدة، وهدول لاحظوا كيف عم يجتمعوا كلهم سوا. وهون نفس الشيء المسرح العائم، وهون نفس الشيء. هيدا صور من مئات الصور. دكتور طالب، نعم. هل مظبوط كان كلفة مرصودة 40 مليون ليرة وقتها؟ ايه، بس المشكلة الأساسية أن الكل كان يدفع، يعني لم تكن المدينة تنتظر من سياسيها أو من القيمين عليها أن يدفعوا، لا، الكل كان يشارك، النجار يشارك، والبلاط يشارك، والفني يشارك، والمواطن العادي يشارك، بالإضافة إلى أنه كانت مساهمة فعالة من كل المدينة. وهذا نفس الشيء بعدنا من المسرح. أضف إلى ذلك أنه مهرجانات عام 1960 إلى 63 امتدت إلى الملعب البلدي بكل أنواع الرياضة الفروسية والعروضات، بالإضافة إلى ألعاب القوى وغيرها من الألعاب. ولا هنشوف طبعا هوني بعدنا بالمسرح، بعدنا بالمسرح هوني بقى بالملعب البلدي اللي هو المكمل لمهرجانات مدينة صيدا. وهوني بعدنا بالملعب البلدي، وهذه صور من أرض الواقع. وهوني بعدنا من الملعب البلدي، وهوني بالمينا، وهوني بالملعب البلدي، وهوني بمينا صيدا، وهوني بالملعب البلدي كمان الملعب البلدي، وهوني مهرجانات الزهور. هذه كلها كانت يعني تمثل السفينة الفينيقية، وكانت تملأ كلها بالزهور. ايه، هول كانوا ينقلوا الزوار، ايه، بالمهرجانات. بعدين مع احترام الكامل لهم، مزبوط، بس لم يكن هناك آلة تريائي تحديدا. آلة تريائي هم محدثون الان، كان كل البحار الصيد. لا عفوا، في مرجع تاريخي انا عندي، ايه، عندي وثيقه. ايه، انا الذي اود ان اضيفه بتقول عن صح ودكتور. بس مش آلة تريائي فقط، بس انا هذا اللي بدي اعرف. انا اللي عندي آلة تريائي هو تبرع، وغيرهم الكثير ان شاء الله. هيدي كمان المينا، هيدي داخل المينا. هون بقى ملكات جمال المناطق اللبنانيه في جزيره صيدا اثناء مهرجانات الربيع، هول ملكات الجمال. تحت المحافظ الاستاذ غالب التروك يجلس على الارض يشاهد مع الجمهور فعاليات مهرجانات صيدا. قاعد على الارض غالب التروك، قاعد على الارض. نحن بنقعد وين؟ نحن بنقعد بالمقدمه، تقبروني. وهيدا كمان مينا صيدا، هيدي السمكه اللي يعني مزينه بكل انواع الزهور. هيدي للتوب لاين، مزبوط، هيدي التوب لاين عملتها. وهيدي عندك شركه طيران الشرق الاوسط، وهون شوفوا ما اجملها اللي هو مكتب الفاكهه. وهون عندنا توزيع الكؤوس على الفائزين بالفروسيه ضمن مهرجانات الربيع في صيدا، وتبدو السيده دلال شعيب تعطي الكاس الى احد الفائزين، وبجانبها الاستاذ سامي شعيب، وبدا المحافظ هنري الحود والسيد نبيل حداد. وهون عندنا توزيع الكؤوس لسباق، انتبهوا، الكؤوس لسباق بيروت سنة 1962، يعني امتدت السباقات إلى مدينة بيروت ضمن هذه المهرجانات. وهون رجعنا للمسرح، وفي هذه صور عادية صارت مكررة، في منا كتير أساسا. وشكرا لكم.
شكرا زاهر، شكرا لحضوركم، بتمنى تبقوا معنا للجلسة الثانية مع أمل كعوش، وبتمنى حضوركم بكرة كمان، عنا جلستين مثل ما حكينا بالأول. هلأ حناخد نص ساعة بريك ومنرجع منكون مع أمل. شكرا.